وقع نواب الأحد على مذكرة تبناها النائب صالح العرموطي تطالب الحكومة إنهاء استئجار أراضي الباقورة والغمر الموقعة من قبل الكيان الصهيوني. جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حيث سحب النائب صداح الحباشنة استقالته قبل عرضها على المجلس، حيث يسمح النظام الداخلي بذلك. وأقر النواب في جلسته مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2017، بما يرفع قروض الإسكان للأفراد العسكريين من 10,000 دينار إلى 15,000. وفي مشاريع القانون المتعلقة بالطاقة، قام النواب بإعادة مشروع قانون المشتقات النفطية إلى لجنة الطاقة لكي تتم دراسته بشكل أفضل. هذه الاتفاقيات مرحلتين، مرحلة ما قبل التطوير أو المرحلة التحضيرية اللي هي مدتها 4 سنوات، وبعد هيك إذا الشركة بناء على الدراسات والمسوحات والتحاليل اللي بتقوم فيها وجدت أنه من المجدي الاستثمار في هذا المشروع، ننتقل إلى مرحلة التطوير وتبدأ بهذه المرحلة. مرحلة ما قبل التطوير أو المرحلة التحضيرية لمدتها 4 سنوات تلتزم الشركات خلالها بالقيام بعدد من الدراسات والمسوحات. هذه الشركة، شركة الكرك الدولية، قامت بإعداد دراسات جيولوجية وتقييم الخامات من خلال حفر 38 بئر استكشافي، بالإضافة إلى أنه كان موجود 135 بئر سابقا محفورات من قبل السلطة، تم عمل خرائط طبوغرافية مفصلة لهم، حفر منجم لغايات عينات، أخذ عينات الوحدات التجريبية، أخذوا أطنان من الصخر الزيتي وعملوا الدراسات عليه، وعملوا أيضا دراسات لرفع سوية الزيت اللي تم استخراجه من الصخر الزيتي اللي هو الزيت الصخري. فتم إنجاز معظم ما هو مطلوب منهم خلال مرحلة ما قبل التطوير. كما قاطعت النائب وفاء بني مصطفى النائب صالح العرموطي أثناء مداخلته حول مشروع معدل لقانون التصديق على اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ملاسنة بينهما. ورفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة إلى يوم الثلاثاء. رامي العيسى، الحقيقة الدولية. تربع الجلسة وتحدث لاحقا يوم الثلاثاء.